يا اهلا بيكم مره ثانيه. قبل ما نطلع الفاصل الاخير اللي فات ده، نهاد كانت بتكلم حضراتكم عن الصلابه وعن التحدي وعن الاراده وعن العزيمه. ما تيجوا نشوف ترجمة حرفية لكل حاجة كلمت عنها نهاوند من خلال ضيوفنا اللي هينورونا في أول فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة. ثنائي مميز جدا، محمد غريب وأحمد سعد لاعبي فريق المعجزات. صباح الفل عليكم وأهلا بيكم، نورنا وشرفنا. اسم على مسمى فريق المعجزات، واللي احنا كمان عرفناه قبل ما ندخل الهواء ان محمد تحديدا بيبعت لنا وبيتابع البرنامج بشكل كبير، ده حاجه اكيد تسعدنا جدا. واحمد انت منورنا بجد، انتوا مثال زي ما احنا قلنا كده، حاجه يعني انسبايرنج او حاجه احنا ملهمة فعلا. فبس ممكن نبدأ معاكم من الأول خالص القصة لو تسمحوا لنا، يعني ونعرف أصلا سبب الإصابة. لو هبدأ بيك يا أحمد، أنا طبعا في البداية كنت إنسان عادي جدا بمارس حياتي طبيعي جدا، وأثناء شغلي حصل لي حادثة أدت لفقد طرف رجلي الشمال، حصل لي بتر في رجلي الشمال. انا كان في دماغي ان خلاص انا كده حياتي اتدمرت، مش هقدر اقف على رجلي تاني. وفي الفتره دي طبعا كنت خاطب، فحصل ان انا قلت لخطيبتي لا خلاص كده مش هنكمل، ومش هقدر بقى ان انا افتح بيت واعمل اسره والكلام ده كله. طب هي ما كانتش موافقه يعني؟ لا بالعكس والله، ما انا لسه دورها جاي طبعا. هي رفضت ان هي تسيبني وكملت معايا للنهايه وكده، واتجوزنا وخلفنا وكده ما شاء الله. وبالنسبه طبعا للكره، انا من عشاق الكره طبعا، ما فيش حد ما بيعشقش الكره. صحيح. فكنت بلعب، وقبل كده كنت مقدم في نادي في المنيا، وخلاص تم اختياري والموضوع كان تمام. بس طبعا بعد الحادثه فقدت ان انا العب كره تاني، ركبت طرف صناعي وابتديت اقف على رجلي واكمل شغلي واقف تاني واتجوز واخلف والكلام ده كله. بس طبعا حبيت ان انا اجرب ان انا العب كوره مع اولادي، ففي فتره كده بشوط الكوره بالطرف الصناعي، فالعمليه ابتدت تفتح مني، حصل لي اصابه. فخلاص انا كده فقدت الامل ان انا اقدر العب كوره تاني وامارس كوره تاني. فبعد كده حتى ما كنتش بتابع كوره، عملت لي خلاص حاله نفسيه ان انا خلاص ما كل ما اشوف كوره افتكر ان انا لو شوطت كوره خلاص هيحصل لي مشكله ويحصل لي اصابه. ففي وقت كده قاعد ماسك الفيس طبعا زي اي حد بقلب وكده، فلقيت الكابتن محمود عبده، طبعا هو اللي مؤسس الكوره هنا في مصر، لقيته عامل شقلباش شهير كده. كان في ماتش كنا صعدنا تقريبا ان احنا دخلنا كاس عالم، فتواصلت معاه ولقيته بيلعب وكده، فبقول له حضرتك هو ازاي في لعبه الراقص بالعكاز؟ الراقص بالعكاز طبعا مشهور جدا، ودلوقتي هو محترف في تركيا بيلعب في نادي في تركيا. فتواصلت معاه قلت له يا كابتن انتوا ازاي بتلعبوا برجل واحده وكده، وقال لي طب تعالى وممكن ارحب بيا جدا وتعالى وجرب وكده. فجبت لبس رياضي وجبت كوتشي وابتديت ان اروح. طبعا كان وزني من القعده وان انا ما بتحركش كان وزني زياده جدا، ابتديت اقلل وزني. المهم رحت وابتديت العب معاهم. في البدايه اشوط الكره مثلا الاقي نفسي وقعت، مش عارف هجري ازاي، اتحرك بعكاز واجري برجل واحده ازاي، هيبقى عندي ارتكاز انطق كوره والكلام ده كله. فالموضوع كان صعب معايا جدا. فروحت اول تمرينه فقلت له معلش انا مش هقدر اكمل وكده، قال لي لا ما بقاش عندك كده، لازم يبقى عندك روح وكده. ابتديت برضو اكمل، ومع التمرين نزلت وزني وابتديت اكمل معاهم. لقيتهم كلهم ما شاء الله بيتعاملوا اخوات وبيساعدوا بعض وبيحبوا بعض في اللعب، ولقيت فيهم مواهب ما شاء الله. وابتدينا بعد كده اول ما اتمرنت معاهم ولعبت معاهم، لقيت نفسي بعد ما كنت مش عارف اشوط كوره وبقى على وشي واجي اتحرك مش قادر. الموضوع بقى سهل بقى النهارده، الموضوع يعني بقى مع الممارسه. ابتديت بعد كده اتابع معاهم. النهارده بنفتح سبرنتات، يعني لو في حد مثلا سوي، انا اسف يعني في ان انا اقول سوي او حد، بنتحدى مثلا لو في حد زميلي مثلا بلعب معاهم، يمكن كان في صوره اتعرضت زمايلي الاسوياء دايما في شغلي بيبقى داعم ليا على طول، ومثلا بنحجز ملعب نأجره ونلعب، فبلعب معاهم وبيعملوا احتكاك معايا وبيوقعوني وكده، هو عايز يلعب كوره هو كده، فبيعلموني برضو بتعلم منهم. النهارده ساعات بتحدى مثلا اي حد سوي عنده رجلين يقدر يجري بيهم، افتح قصاده سبرنت ساعات اعديه.
لا بص احنا هنتكلم في حته التحديات والنقله وفكره هنا انا من شخص حاسس ان دنيتي اتدمرت لشخص بالعكس انا واصل كل حاجه انا عايزها حتى لو ظروفي مش سامحه. هنرجع للنقطه دي لان اكيد عايزين نسمع في البدايه أنا بس لا اسمح لي بس ناخد برضو يعني من محمد لو تسمح لنا طبعا ان احنا نسالك عن سبب الاصابه برضو وبعد كده عايزين نخش طبعا على فكره التحديات معاك انت واحمد. انا مساء الخير الاول. لا صباح الخير. صباح الخير اعلى بالصوت ابو حميد عشان الكلام يحلو لسه. صباح الخير صباح الخير على حضراتكم. انا على فكره يعني انا اول حاجه انا متشرف ان انا مع حضراتكم والله ده احنا يعني متشرفين بامانه والله العظيم احنا والله. انا بقى انا ممكن تكون قصتي مختلفه عن كابتني طبعا احمد عشان اكبر مني واقدم مني ده يعتبر كابتني انا مختلف شويه. انا بقى اسمي محمد غريب من المنوفيه بلد قريه عاديه اسمها الانجوب يعني بلد عاديه ارياف اسمها الانجوب. ناسها جميله جدا محترمين والله وبيحبوني ومشجعيننا قوي 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 بس انا قصتي بقى تختلف عن الاستاذ احمد. انا كنت خاطب وخلاص وحياتي كانت مستقره والحمد لله بس خطيبتي سابتني ثالث يوم الحادثه. ثالث يوم الحادثه اه والله العظيم انا مش زعلان منها يعني لا انت لازم تزعل منها لا 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 لا, لا والله لا والله مش زعلان منها انا زعلانه منها هو اول حاجه يعني هو ده اختبار من عند ربنا طبعا طبعا وهي ربنا يسعدها بالاحسن مني ماشي ربنا يسعدها بالاحسن مني ويديها يعني على قد نيتك على قد نيتك بس والله العظيم انا مش زعلان منها ومش زعلان من حد خالص عشان انا ما بزعلش من حد بس انا والله العظيم يعني حابب لها الخير بجد بجد حابب لها الخير اقسم بالله محتاجه تسمع على بعضها لان واضح انها مليانه الحمد لله استاذنك بس يعني اسف للمقاطعه بس احنا لازم نطلع فاصل على طول نرجع نسمع منك بعد اتفضل حضرتك اتفضل مرحبا بحضراتكم مرة ثانية ودي من الفقرات المحببة لقلبي أنا يعني شخصيا بشكل كبير جدا اللاعب محمد غريب واللاعب أحمد مسعد وفريق يعني المعجزات ومنتخب طبعا يعني لفريق كرة القدم قدم الواحدة وحاجة فعلا يعني تاني هرجع اقولها ملهمه جدا. كنا بنتكلم معاك يا محمد قبل الفاصل واتكلمنا عن يعني الشق شويه ليه علاقه بحاجه شخصيه مريت بيها وبص هقول لك على حاجه احنا مش عايزين نقف هنا كتير صدقني في الاول وفي الاخر اللي مش هيقف جنبك في ازماتك ما يستاهلش ان هو يكمل معاك حياتك دي خدها مني نصيحه فتعال نخش على اللي جاي انسى الماضي خش على اللي جاي شوف انت فين دلوقتي شوف انت في قناه عامله ازاي بتمثل ايه الناس كلها فخوره بيك احنا بنستمع ليك والساده المشاهدين والمتابعين المصريين بيستمعوا لقصتك الملهمه خلينا بقى نعرف بعد الحادثه اللي حصلت دي ازاي محمد قدر ان هو مره ثانيه يقف على رجليه ويبتدي حياته ويبتدي قصه النجاح اللي احنا بنتكلم عنها. انا كنت اصلا شغال في الفجاله شغال في مكتبه كتب خارجيه وكنت مسافر الساعه 7 الصبح الزحلقت من القطر عملت حادثه ورحت المستشفى عملت عمليتين وبعد كده مش عارف ايه اللي حصل بقى ما نكحوش يعني. انا بقى فقت بقى لقيت رجليا كده اخوات البنات هم اللي قالوا لي انا على الخبر الدكتور ما رضاش يقول لي واخوات البنات هم اللي قالوا لي وطبعا انا بشكر اخوات البنات وامي واخويا عشان ربنا يخليهم لك يا رب وقفوا جنبي قوي هو كنت بقى مسافر وما حصلش يعني ان انا ارجع الشغل تاني في الفجاله بشغل دلوقتي حاليا في نادي شغال عامل نظافه انا شغال عامل نظافه بمسك بكنس بالمقشه وكده ومش مكسوف ان انا شغال عامل نظافه ربنا يرزقك يا رب تستاهل كل خير والله مش مكسوف ان انا شغال عامل نظافه انا كنت ما تحكولنا كده على فريق المعجزات اتكون امتى وازاي واعضائه ايه وافراده مين عرفونا كده على اكتر على فريق المعجزات فريق المعجزات بقى له حزبه مثلا حوالي 5 6 سنين في ناس طبعا اقدم مننا بكتير احنا انضمنا مؤخرا انا مثلا مع الفريق بقالي حوالي سنه ونص محمد بقاله مثلا حزب 3 سنين الفريق طبعا اللي اسسه الكابتن محمود عبده ركز بالعكاز معاه الكابتن سيف والكابتن عبد الله دول اللي اسسوا الفريق ومؤخرا ربنا كرمنا طبعا واتعمل منتخب بداوا طبعا بهرم مقلوب احنا عندنا ما فيش نادي عندنا ما فيش دوري اتعمل بتدربوا فين طيب احنا بنتدرب طبعا كنا بنتدرب في استاد المحافظه في السلام, كان الدكتور اشرف صبحي كان مخصص لنا ساعه الصبح يوم الجمعه بنتدرب فيها
وطبعا الساعه ما كانتش كافيه ان احنا نتدرب في ساعه ونلعب والكلام ده كله. الفريق ابتدى عدده يزيد، ابتدى البيجي عدده يزيد، وفي ناس كتيره ابتدت تتواصل معانا، ناس جديده ما بيشوفونا واحنا بنجري وبنتحدى بعض، وبنعمل مثلا ترقيصه، بنعمل سبرنت كويس، بنعمل هجمه، بنعمل جون كويس. الناس بتبتدي، ممكن واحد يبقى جواه يقول خلاص انا ازاي هلعب كوره، انا برجل واحده اكيد مش هلعب كوره، زي ما انا كنت فاكر كده. الجون نفسه لازما صفاته يبقى عنده باتري في ايد من الايدين، لان الجون بتاعنا لازما يبقى يصد بيد واحده. بالنسبه لنا احنا بنلعب بعكاز، ممنوع ان الكره تيجي في العكاز باي حال من الاحوال. اصعب يعني، يعني اي حد تاني في ظروف مشابهه غالبا يعني هيمارس رياضه تانية بيستخدم فيها الايدين مثلا، انا كنت الاصعب ده التحدي الاكبر يعني. ما هو ده التحدي بتاعنا. هو حضرتك احنا كلنا بدينا اللي احنا كلنا دراعاتنا ورجلنا ضعيفه كلنا، ما اطلاقا يعني كل لعيبه المعجزات كانت دراعاتها ورجلها ضعيفه. انا عن نفسي انا بديت كنت بنط على سلم، دي بداياتي اللي خلت رجليها تجمد ودراعاتي تجمد، بقيت انط على سلم على درجات السلم وانزل واطلع وانزل، ما غاد بديت ارجع تاني اللي انا اتدرب اللي انا المس الكره برجلي. اول ما لمست الكره برجلي خلاص بديت انطلاق بقى في الكوره، انما انا اساسي في البدايه انا كنت حارس مرمى اصلا وانا سليم، يعني انا وانا سليم كنت حارس مرمى. كره القدم لاصحاب القدم الواحده القواعد تحت مظله مثلا الاتحاد، لا للاسف والله يا فندم، للاسف للاسف يا استاذ كريم، للاسف لسه ما اتعملهاش اتحاد، مع ان الكوره دي اصحاب الثقه الواحده طبعا ليها في كل الدول اتحادات وليها انديه وليها منتخبات. احنا المره الوحيده اللي ربنا كرمنا السنه اللي فاتت دي اتعمل منتخب بمساعده طبعا الناس اللي هي المسؤولين، وسافرنا وحققنا بطوله برضو ما شاء الله يعني المركز السابع، ولعبنا مع ابطال عالم، والكابتن سيف واخد احسن حارس في تنزانيا في امم افريقيا في البطوله الاخيره. وعندنا ما شاء الله لعيبه برضو محترفين، الكابتن محمود ده برضو محترف النهارده برضو في تركيا، واحنا ما شاء الله كل يوم بيجي لنا لعيبه جديده هم بييجوا يلعبوا معانا، بيبقى بيحس ان هو فاته كتير فعلا، يعني ازاي انا برجل واحده وهلعب كره معاكم وهتحرك وهحط جون والكلام ده كله. وبنعمل مسابقات وبنختار افضل لاعب، افضل هداف، افضل مهاجم، وبنعمل الكلام ده كله. يمكن انا برضو زمايلي الاسوياء بصمم ان انا العب معاهم بعكاز، وبيعملوا احتكاكات معايا ودايما ما بيلعبوش من غيري، دايما بيقولوا لي لا لازم تيجي تلعب معانا مستواك بيتحسن. وفي ناس منهم يقول لي لا يعني عنده حاجه جوه، انت ازاي هتعمل سبرنت وتعديني؟ لا بالعكس انا عندي رجليه، تعالى كده نجري قصاد بعض، فاجري قصاده اسبقه. هو من جواه بيبقى طب ازاي انت أيوة ازاي بتجري بعكاز؟ فهو من جواه لما بيعمل معايا اول تحدي هو فاهم ان هو لما يجري خلاص هو هيفوتني. بالعكس انا اتدربت واتمرنت واشتغلت على نفسي كتير، فبفضل الله الحمد لله النهارده انا مبسوط من نفسي جدا. ودايما بقول لاي حد صاحب من ذوي الهمم، انت بطل حكايتك. صح. انت اللي تقدر تعمل من نفسك بطل. انت لو قعدت في البيت وقلت خلاص انا حصل لي بتر، انا حصل لي اصابه، انت يستحيل هتتقدم. لو قعدت اعتمدت ان انت مش هتشتغل، مش هتتجوز، مش هتخلف، يستحيل. صحيح. لازم ان يبقى قدامك هدف تقدر تعمل كل حاجه. انا النهارده عندي طرف صناعي بلبسه، ببقى ماشي طبيعي جدا، ما حدش بياخد باله منه. يمكن بعض ناس كتيره جدا، انا كنت شغال مندوب مبيعات، والشغلانه دي لازما بتبقى يعني مهمه جدا، بتنقل من مكان لمكان. في ناس قعدت معايا سنين لحد النهارده ما يعرفوش ان انا مركب طرف صناعي، وابتديت اشتغل وابتديت ابني مستقبلي واتجوز والكلام ده كله. فالحمد لله جدا. طب محمد عايزين برضو نسمع منك سريعا كده، انت يعني انت ربنا يكرمك وشغلتك شغلانه محترمه، بس محمد راسم لنفسه ايه بجوار كره القدم؟ انت نفسك تحقق ايه؟ انا نفسي احقق اول حاجه، يعني مش هزار والله، انا نفسي العب في النادي الاهلي. والله والله انا امنيتي ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي، يعني امنيتي والله يا ريت نعمل فريق فعلا. انا بحب الخطيب يعني بطريقه يعني راجل محترم، ما لهاش مثيل يعني. صحيح. ده قمه. ما قابلتوش قبل كده؟ انا نفسي اقابله، انا نفسي البس تيشيرت النادي الاهلي ونفسي اقابله والله. ربنا يخليك. وبحب مجدي قفشه برضه يعني جدا والله بامانه، يعني الاثنين دول يعني عندي حاجه فوق الخيال. انا اصلا بلعب نص ملعب،
زي محمد صنع العاب عالمي، بلعب صنع العاب لسه واخد افضل لاعب برضو يعني، ولسه واخد افضل لاعب، ثالث افضل لاعب في مسابقه جراندينيا. يعني خدت افضل لاعب وخدت احسن صانع العاب، ويعني انا بشكر برضو الكابتن سيف والكابتن عبد الله والكابتن محمود، وبشكر المؤسسه اللي كانت عامله لنا المسابقه، كانت مؤسسه سمير وعلي، هم اللي كانوا عاملين المسابقه ديت. انا خدت افضل ثالث لاعب ومبسوط جدا بالمسابقه. بس انا يعني حياتي ونفسي يبقى ليا تيشرت برضو، يعني تيشرت خاص ليا العب والعب في نادي طبعا. والعب في نادي ويبقى بقى ليا يعني زي نظام انا رايح النادي وجاي من النادي وكابتن يدربنا خاص بيا. تستحقوها لان انتوا يعني عندكم المهاره انا والله وتقدروا تحققوا دليل. انا عن نفسي انا والله حياتي يعني حياتي انا كنت حارس. يعني لما بديت اللعب انا بادئ اللعب مع ناس يعني حريفه كوره، انا حارس مش لاعب في الملعب. أيوة. لعبت في نص الملعب ولعبت في صانع العاب، ثبتت نفسي الحمد لله. مش مش مش, مش انا اللي اقول برضو انا اللي اثبت نفسي او كده، هو الجمهور التقييم او المدرب او اللاعيبه اللي معايا زمايلي. انا كل ماتش بطلع اسال زمايلي انا كنت ايه النهارده. برافو عليك. أو والله العظيم انا حتى في المسابقه طلعت بقيت اسال زمايلي انا استحق الجائزه. كلمت الكابتن احمد قلت له والنبي وحياه عيالك انا استحق الجائزه. انا والله يعني طب انا عايز اقول لكم على حاجه. هو يعني المنتخب او الفريق المعجزات ده انتوا بتتمرنوا في القاهره ولا فين؟ لا في القاهره. في القاهره انت بتيجي؟ انا من منوفيه وباجي القاهره على طول. بصوا بقى انا هتفق معاكم على حاجه. لو نيجي نصور تقرير خارجي معاكم انا وكريم ونشوفكم وانتوا بتلعبوا نلعب معاكم. انا شايف اعتقد دي تبقى حلوه جدا. ده اول حاجه شرف لينا ويعني شرف لينا والله مع فريق الاعداد. وانا هشوفوا هتشوفوا مواهب نعمل حلقه خارجيه معاكم تبقى حلوه. حلقه جميله جدا. اكيد طبعا. وانا نفسي العب ماتش في نادي الاهلي والله العظيم. احنا نفسنا الامنيه الحقيقيه اللي هي ان احنا يبقى نفسنا يبقى عندنا نوادي زينا زي الدول وزي الناس بتهتم باللعبه دي. انديه يعني الاهلي الزمالك المقاولين الناس. احنا قلنا ده في القناه وان شاء الله يكون فيه، واحنا متاكدين ان في مسؤولين بيسمعونا وان شاء الله ده يحقق يعني. وكمان لما نصور التقرير الخارجي ويتعرض كمان عندنا ليوصل للمسؤولين. كمان بقى يعني نفسنا ندخل النادي الاهلي نصور مع اللعيبه. ده سهله جدا دينا نظبطها. انا نفسي حاجه ترفع من معنوياتنا. شكرا لحضرتك والشكر لسه ربنا يخليك. هو انتهى بقاله شويه حلوين بس احنا والله مش عايزين كلنا نسمعكم لغايه الاخر. انتوا نورتونا وشرفتونا وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله. احنا اللي اتشرفنا بحضرتك والله. كل التوفيق ليكم يا رب في اللي جاي باذن الله. هنروح فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم لاخر فقره في حلقه النهارده.